اكبر من الجناح. احنا كفاعلين جماوي الدور ديالنا اكبر من الجناح فيه في الترافق باش نجيبو مشاريع في البيت. كل جميع اشتغل في المجال ديالها. انا في المجال ديالي راه انا عندي تخصص ديال عندي الحوته الى خرجت من الماء راه ما يمكنش نعيش. كل جميع اشتغل في الفلاحه راه عارف المشاكل ديال الفلاحه. كاين اللي في الصحه راه عارف المشاكل ديال الصحه. كاين اللي في التعليم راه عارف المشاكل ديال التعليم. انا كنفكر ان الجميع كيدير على مستوى صغير دير واحد الوراثه الرئيسيه. ماشي على الاكراهات اللي كاينه في المجال ديالها وها هو الحلول اللي كاين. حقيقة حنا كجمعية كنشتغل في مجال الإعاقة يعني تقريبا مدة ديال 6 سنوات حنا كنطرحو على هذا الملف. هو ملف كبير ونشير ليه أن كاين جمعيات عندنا على مستوى الجهة ككل تفوق ميزانيتها ميزانية جامعة سكري. أنا نقول لكم أن كاين جمعيات عندنا تفوق ميزانيتها ميزانية جامعة سكري. أنا نقول لك لذلك ان الدور ديالنا كجمعيات حنا اللي خصنا نجيبو الفلوس، حنا اللي خصنا نجيبو الاتفاقيات، ولكن بواحد القضيه ان المجلس يكون في جيبنا. حنا كجمعيه احتجنا الارض تقريبا لمده ديال 4 سنين، مشات لينا 160 مليون 160 مليون شي 3 سنين هادي ما لقيناهاش، حيت المجلس ما وقفش معانا. الحمد لله على المجلس هذا، تعرض عليه المشروع ورغم انه قلب وقلب بقى الارض. واحد 1000 متر شكرين ليا عندنا فيها مركز، يعني اي حاجه بغات تدير حتى خصها نجيبوها. غيقدر مركز الولاده نجيبوه، غيقدر مركز الاعاقه نجيبوه، غير هذا مركز الاعاقه غيخدم ليا على ما يزيد 18 اطار. راه التمويل كاين في الوزاره غادي تخلص هذوك الناس. راه ماشي حنا كجمعيه، حنا غنقعدو اتفاقيه، غادي نسيو المشروع وغادي نجيبو فلوس ديال الناس اللي خدامين، غادي نخدم 18 واحد. اذا حنا اقوى من الجماعه، الاقتراحات ديالنا كبيره. لذلك انا عندي مجموعه من المقترحات. من بين هذه الاليه عندنا ديال الاشخاص وديال كاين واحد المشروع اطار صندوق التناسل الاجتماعي الاغلبيه ديالكم ما عرفوش. يكون شخص عنده وضعيه ديال الاعاقه حركيه بسيطه راه عنده الحق يستافد مشروع اطار صندوق التناسل الاجتماعي، يستافد مشاريع حتى غير المشروع ديالي، حنا ندافعوا عليه، حنا نجيبوه، ولكن ما كاينش. خويا الاغلبيه تقريبا كاين جوج ولا ثلاثه في الكتاب اللي متبعوا لنا المنال على اساس انهم يدوزوا. كاين كذلك مشروع ديال مخيم صيفي. حنا عندنا واحد الساحل مزيان، علاش ما يداش مخيم صيفي عندنا؟ علاش ما يدار؟ خصو يدار مخيم صيفي. وليدات يستافدوا مخيم صيفي. كيمشيو لاكادير وكيمشيو، وهذاك المخيم الصيفي غيولي مدخول للجماعه. كيدخل الموار طبيعي. هذاك المنطقه الساحليه يدار فيها قاعة العروض، قاعة ندوات، قاعة استقبالات، لقاءات سيدي ابني ما فيه ولا قاعة، وتيما كيبقاو يخرجوا من المجال الحضاري، علاش ما يدار عندنا حنا تما؟ كاين تمويل غنجيبوه من جهة الرياضة، خصنا غير نروحو الوعاء، أما الجمعيات اللي كتشتغل في مجال الرياضة راه كدير هذا المشروع هذا، وتحطو الوزارة، غادي نصدقوا عليه، لأن المقترح ديال الجمعيات أنا سنقول لك، المقترح ديال الجمعيات تيكون أقوى من الجهة. حنا كجماعة مدنية وحنا قويين، نقدروا نجيبوا مشاريع اللي كبار البلاد، بواحد الشرط، جماعة فوق السنة ديالنا، نهار اللي نحتاجوا الوعاء العقاري ديال أي مشروع، يقول لك أنا معاك، وخا يديروا عليه سبيل الخير، وهذا الحق هذا كاين عند المجلس. كاينة نقطة أخرى، وراه تواصل معايا بالنسبة كاين مشكل ديال النساء، حنا كجمعية كنشتغلوا واليوم يعني، كان المشكل ديال كورونا، كنا غنجيبوا جوج ديال النساء، هما مطروحين دابا. غنجيبوهم من الجماعة، وحنا كجمعية غنسيروهم، تنسيق مع الجماعة، ما عندناش مشكل، وكيستافدوا جميع التراب المنطقة، هذا هو الجمعية اللي بغينا. أي جمعية تشتغل في المجال ديالها تحاول تخلي واحد البصمة في هذا البلد. أما بالنسبة للهجرة القروية، كونوا على يقين، إلا المجلس دار الطريق والضوء والماء، ماشي غادي يرجع. علاش؟ حيت راه الكراهية غالية، راه الناس كتخلص 2000 درهم في الكرة، كتخلص 1500 درهم. شحال خدام راه غادي يرجع للناس. كونوا على يقين ان المجلس الى خدم على الطريق والماء والضوء هاد الحوايج اللي وفرهم هاد 5 سنين ما عطوش الهجره القانونيه واش غادي يرجع للناس. لان ما يمكنش نكري انا في المدينه 500 درهم وحتى ذاك اللي كاري وعنده دار غادي يخكريها وغادي يرجع للبلاد. هنا خاصنا نوفروا التعليم، حتى التعليم نقطه مهمه بالنسبه لهذيك المدرسه الجماعاتيه اللي كانت حتى مهمه بالنسبه للمنطقه.
كاين كذلك بالنسبه للنقل، هذا الطوبيس ديال الناس كيشكو منه، شوف الوقيته ديالو فاش كيجي والوقيته فاش كيمشي، راه كل 90 كيعانوا منه. كاين هاد النقطه ديال تصفيه مياه البحر، هذا شيء اخر يمكن ذكرها، ديال تصفيه مياه البحر، هذا مشروع مهم تا هو يدار لنا في المنطقه الساحليه. وكاين واحد طلب اخر، انا نقول للمجلس ان اي اجتماع عندنا مشكل التعليم نعيطوا لنا ديال التعليم، وحنا كجمعيات نعطوا المشاكل اللي عندنا في التعليم كمجتمع مدني، نعطوا المشاكل اللي عندنا، مشاكل في الرياضه ما عندناش ملعب، علاش ما يكونش؟ فنعيطوا لهذيك المنطقه باش يعرف باش كيدير، ما عنده ما يدير، خصو شي طرف على هنا خصنا نسمعوا علاش كيقول، ما عندنا حتى ملعب، سيدي ابني كامله ما عندهاش قاعه مغطاه، كنمشيو لتيزنيت قاعة مختص في تيزنيت، ولكن ما فيهاش. إذا حنا كجمعيات وكمجتمع مدني خصنا نترافقوا على المنطقة ديالنا بناء على التخصص ديال كل شيء، اللي في الفلاحة في الفلاحة، اللي في الرياضة في الرياضة، اللي في التعليم في التعليم، كل واحد كيقدم المقترح ديالو للمجلس، وديك الساعة راه المجلس راه الدور ديالو 5 سنين وغادي نشوفوا الإجابة ديالو إن شاء الله. شكرا.